وصحبه أجمعين وبعد. خرج المسلمون تجاه تبوك يريدون مقابلة الروم، وكان الوضع شديدا عليهم، لذلك ضاقت عليهم الأمور في طريق السفر من ناحية الطعام والشراب والسلاح والعتاد والمركوب، حتى سمي جيش غزوة تبوك بجيش العسرة من شدة البلاء الذي أصاب المسلمين في ذلك اليوم العظيم. قد ذكرت لكم طرفا مما أكرم الله به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجابة الدعاء بتكثير الطعام للصحابة الكرام ونزول الماء بعد أن دعا الله تعالى بسحابة مرت فأمطرت، وذكرنا أنه تأخر بعض الصحابة عن الجيش كأبي خيثمة رضي الله عنه ثم لحق بهم، وكذلك أبو ذر رضي الله عنه ثم لحق بهم. قد توقفت عند جزء من قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر اسمه الأصلي جندب ابن جنادة رضي الله عنه، يلحق بالمسلمين فيراه رسول الله من بعيد وهو لا يرى شخصه وإنما يرى خياله، فقال كن أبا ذر، فلما تبينت ملامحه قالوا يا رسول الله هو أبو ذر، فقال يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. تذكرون البارحة توقفنا عند هذا الجزء. أبو ذر رضي الله عنه كان لإسلامه قصة عجيبة قدمناها في أوائل السيرة، أما شأن أنه يعيش وحده ثم يموت وحده فهذا ما أردت أن أعرضه اليوم. في زمان خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كثرت الأموال في أيدي الناس، وأبو ذر كان رجلا شديدا في الحق وله مذهب خاص في حياته. ما هذا المذهب؟ كان رضي الله عنه يقول لا يجوز للأغنياء أن يحتفظوا بزيادة من الأموال عن حاجاتهم. قال كيف يعني؟ يعني أنت غني؟ أي تأكل تشرب تلبس تنفق، الباقي شو؟ زيادة، هذا ما بصير تعيفه معك. قال إيش أساوي فيه؟ ده تعطيه للفقراء. قال هيك هيك. قال هيك الواجب الشرعي؟ لا، لكان هذا مذهب أبي ذر، يعني اجتهد رضي الله عنه وهيك وجد. وكان يقرأ قول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان يحمل هذه الآية على كل إنسان بقي عنده زيادة من الأموال بعد الإنفاق على ما يكفي، وهذا شأن كثير من الناس. يعني حتى في زماننا في زمان البلاء أنت بس معك مال تأكل تشرب بس، هذا اللي مخبي شيء، كلياتنا مخبين، يكذب الإنسان، فهو لا يقبل بهذا ويحمل هذه الآية على ذلك. هل حمله أعيد مرة أخرى صحيح رضي الله عنه؟ لا، لكان اجتهد الرجل وأخطأ. طيب هاي الآية الكريمة أنا ذكرت لكم تفسيرها وتأويلها فيما مضى، في أحد بتذكر؟ أحسنت. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول وغيره من الصحابة ما أديت زكاته فليس بكنز. أعد الكلمة حتى تحفظها، إيش؟ ما أديت زكاته فليس بكنز. الله قال إن الذين يكنزون، طيب إذا أديت زكاتي ما بقيت من الذين يكنزون، معنى هذا العذاب موعود فيه منه مانع الزكاة، ما طالع زكاته. أما أديت زكاتي وبعد زاد عندي مال إيه من تعبي، هذا من حقي. الله ذكر أهل الأموال فما قال كل أهل الأموال في النار. تمام.
لذلك سيدنا أبو ذر رضي الله عنه لما كان يقول بهذا الكلام يأتي إلى الأغنياء فيقرعهم، تحملوه قليلا لم يستطيعوا، شكوه إلى عثمان رضي الله عنه في زمان خلافته، فقال يا أبا ذر لو اعتزلت أنت هيك ده تضايق حالك وتضايق الناس، الناس كلها بتنحر منك يعني ويحملوا عليك. فقال أتأمرني؟ قال أذكرك، أنا ما بجبرك. فخرج رضي الله عنه فسكن الربذة. الربذة منطقة قريبة من المدينة لكن خارجها، وبقي فيها إلى أن وافاه أجله. فلما وافاه أجله لم يكن معه إلا زوجته وعبد عنده، فتوفي الرجل كما وصف رسول الله، يعيش وحده ويموت وحده. قبل أن يموت أوصى زوجته قال إذا أنا مت فقدموني إلى قريب الطريق، احملوني حطوني جنب الطريق. فلم يلبث إلا قليلا حتى مر بهم نفر من الأصحاب الكرام، فلم يرعهم إلا الجنازة، طلعوا في ميت مسجى. قالوا من؟ فقالت لهم امرأته هذا أبو ذر زوجي توفي وليس عندي أحد إلا هذا الخادم. فكان في القوم عبد الله بن مسعود، فلما رآه ونظر وسمع صار يبكي، قال سمعت رسول الله يقول يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فغسلوه وكفنوه رضي الله عنه واحتفروا له حفرة قبرا ثم دفنوه بعد أن صلوا عليه. سبحان الله، هذا شأن أبي ذر. وأما متابعة ما كان في شأن طريق الغزوة فإنهم لما اشتد عليهم البلاء من قلة الطعام والماء أيضا، ودعا رسول الله أن ينزل الله عليهم الماء، وجاءت سحابة بإذن الله فأفرغت عليهم ماءها فاستقوا وشربوا جميعا. كان قد خرج مع المسلمين بعض المنافقين، قلة قليلة جدا منهم، معظم المنافقين لم يخرجوا، وسنذكر إن أحيانا الله في نهاية الغزوة أن الله ذمهم ذما شديدا. خرج ثلة قليلة، كان أحد هؤلاء المنافقين الذين خرجوا في المعركة مع المسلمين ورأوا ما أكرم الله رسوله من هطول المطر وانتعاش الناس، قالوا له أما ترى؟ قال ليش حسين عليه إيه؟ هذا الكلام الذي نتكلم عنه الآن يا أيها الأحبة في السنة التاسعة للهجرة، يعني في أواخر الحياة النبوية، فالمنافقون بدأوا ينكشفون. قالوا انظر، قال سحابة مارة. فهمت ما يقصد؟ يعني لا معجزة لرسول الله ولا شيء، سحابة ماشية ونزلت إشي يعني. ويشاء الله أن تضل ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بضيع جمل يعني، فيبحث الناس عنه فلا يجدونه، فيتشفى هذا الرجل مرة أخرى المنافق. إيش يقول؟ يقول يزعم صاحبكم أنه نبي وهو لا يدري أين ناقته. هذا كلام الحمقى عبر العصور، شيخ وهيك بصير إيش يعني؟ أحد اثنين، يا الشيخ نبي يا مو نبي. وهلا بقى المنافق هذا يا النبي استغفر الله العظيم رب يا نبي بس، ايش هو انت؟ يا اما نصراني تؤله النبي او انه عبد، فماذا هو؟ عبد. هذا الرجل الكذاب الخبيث المنافق قال يزعم انه نبي ثم لا يدري اين ناقته. فوصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن حضره يقول بعضكم
يزعم أنه نبي وهو لا يدري أين ناقته، ووالله إني عبد الله ورسوله، فلا أدري إلا ما أعلمنيه ربي. يعني أنا بشر، الله قال عن سيدنا النبي إنما أنا بشر مثلكم. طيب مالك مزية؟ قال نعم يوحى إلي، لكن أنا ما بعرف الغيب إلا ما أعلمني الله به، إذا أعلمني أعرف، ما أعلمني ما أعرف. ويشاء الله ليكذب المنافق فيوحي إلى رسوله مكان الناقة فيقول وإني والله لا أعلم إلا ما أعلمني الله وقد أعلمنيها الله الآن. هلا قال لي إنها بمكان كذا قد احتبستها فروع شجرة علقت بها زمامها. ناقة الحبل مربوطة فيها، الحبل علق بطرف شجرة، وهذا الجمل ما بقى يحسن يفلت. فخرجوا فنظروا في المكان الذي أشاروا إليه فوجدوا الناقة كما وصفها رسول الله، قد علق زمام ناقتها بأطراف الشجر. فخلصوا الناقة وجاءوا. كان رجل من الصحابة، الجيش كبير أحبابي كما قلت 30,000، بالتالي لا يمكن لجميع الصحابة أن يشهدوا كل جزء يقوله رسول الله أو يسمعه. يعني 30,000 هدول الحواليه سمعوا، البعضهم ما سمعوا هالكلام. فرجل من الصحابة كان شاهدا فسمع هذا الكلام، ويرجع إلى قومه إلى بقية أصحابه فيقولون له أتدري ما جرى؟ قال لا أدري. قال إن رجلا في رحلك طالع معك ماشي معك يدعى زيد بن اللصيط. قال أعرفه، هذا هو المنافق اللي حكى هالكلام. قالوا قال يزعم محمد أنه نبي ولا يدري أين ناقته. قال هذا الذي قالها وهو في رحلي؟ والله لقد أخبرنا رسول الله عن رجل قال هذا الكلام. هذا الرجال ما بيعرف القصة، ما كان، كان مع سيدنا النبي، سيدنا النبي في مكان وهذا الكذاب المنافق في مكان ثاني بعيد، الجيش كما قلت كبير جدا. فقال هذا الذي قالها، فجاء إليه فجعل يطعن في عنقه، يعني هيك بنحره، قل له يا خبيث تقول هذا الكلام وأنت في رحلي، أخرج لا تصحبني، رون ألع من عندي، أنت عم تتهم سيدنا النبي، ألع طلع. قال ابن إسحاق رحمه الله وابن هشام الذي روى السيرة عنه، قال فيزعم بعض الناس أنه تاب، ويزعم بعضهم أنه بقي على نفاقه إلى أن مات والعياذ بالله تعالى. ويقتربون من تبوك، وكان قريبا من تبوك نبع عين فيها ماء، فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا عين تبوك، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى أكون أنا الذي آتي. لا حدا يشرب ولا حدا يساوي شيء لبين ما أصل أنا. قال فسبقه إليها رجلان فمسا من مائها، فلما وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليها قال هل مسسها أحد منكم؟ في حدا سطع المي ده أرى شرب كذا عمل شيء؟ فقال فأشاروا إلى الرجلين قال هذان. فقال فزجرهما رسول الله. قال ابن إسحاق أيضا وابن هشام هما من المنافقين أيضا، سبحان الله الشأن المنافقين خطير. قال فزجرهما، وكان الماء يتحلب من هذا النبع تحلبا كأنه الوشل، يعني طالع هيك من قله بالعامي صنصولة قده نبع عي في حاله صنصولة ماء. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فجعل يأخذ من مالها من مائها فيغرف فيغسل وجهه ويديه ويغسل وجهه ويديه ويدعو الله تعالى. قالوا فانفجر الماء بماء منهمر حتى كأنه يجري بأمثال العيون. شلون ينابيع اللي بتزد زت عبضخ ضخ
حتى كأنه العيون تجري. قال: فشرب الناس واستقوا. فلما استقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بها أحد خالصا إلا أدخله الله الجنة. كأنه يشير إلى المنافقين صلى الله عليه وسلم، عتشكوا فيني أنا لا مو من عندي هذا. إيش قال؟ قال: أشهد أني رسول الله. هاي مي شطارتي، مي سحر، مي بطولة، هاي إكرام الله إلي لأنني رسوله. سبحان الله. ثم كان معاذ بن جبل قليلا فقال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هذا الأرض تصير خضراء ويصير فيها زراعة ويصير بساتين جميلة، وقد حدث هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما كانوا قد اقتربوا من تبوك قال لهم يوما، وقد كان الوقت ليلا: إنه ستهب عليكم غدا ريح شديدة، فلا يخرجن أحدكم من رحله. كلكم تموا ما تطلعوا، كل واحد محل ما وقعد يقعد يربص يعني. فلا يخرجن أحد من رحله، وليشد كل منكم عقال ناقته، يربط ناقته كويس. قال: فلما كان الليل واشتد الظلام هبت ريح شديدة عاتية، فخرج رجل. وإيش قصته، منافق أو غير منافق؟ الله أعلم، قد لا يكون منافقا لكنه أخطأ. فقام رجل فأخذته الريح فألقته بجبلي طي، طار في الهواء يعني، شلون الغبار أو الأشياء البسيطة بتطير بالهواء، من شدة الريح طار في الهواء. سبحان الله. فألقته الريح بجبلي طي، قبيلة عربية المشهورة. فجاءه ألقته هناك، طبعا يعني أصيب بأشياء بسيطة. فجاء به بعض الناس فردوه إلى جيش المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه كما يروي مسلم في صحيحه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يصلي الجماعة، يصلي الصلاة جماعة وجمعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أحيانا يصليهما تأخيرا وأحيانا يصليهما تقديما. تأخيرا يعني بأخر الظهر صليها بوقت العصر، أخر المغرب صليها بوقت العشاء. وهذا جائز متى يا أحبابنا؟ في السفر الشديد الطويل. نعم، في السفر عموما، ولكن ينبغي أن يكون طويلا. فكان في أكثر أحيانه في السفر يجمع في هذا سفر تبوك بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. ويقترب الصحابة رضي الله عنهم من تبوك فتلوك ألسنة بعض المنافقين بالكلام أيضا، يقولون للمؤمنين لينفثوا فيهم سمومهم: أيحسب هذا الرجل أن جلاد بني الأصفر كقتال أحياء العرب؟ ما أظنكم غدا إلا مقرنين في الحبال. تخيل واحد ماشي معك وهيك عبصبطك وكسر لك معنوياتك. بعض الناس يقول: ليش ما قتلون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لحكمة جليلة أذكرها الآن، وإن أحيانا الله سنذكر تفصيلها بعد. كان كثيرا ما يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الكفار ما بيعرفوا أنه في شيء اسمه منافقين، يعرفوا هذا واحد طالع مع سيدنا محمد فاسمه في الظاهر مسلم، فإذا سيدنا النبي قتلوا له المنافق بقية الكفار بده يسمعوا يقولوا هذا أصحابه بقتلون، بلاش ندخل بدينه، بجوز يقتلنا، أعداؤه بقتلون أصحابه بقتلون، بطلنا ما بدنا الدين. فكان يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيدعهم
ويعاملهم بالحسنى لعلهم يتوبون، وبالفعل تاب كثير منهم المنافقون. فقالوا هذا الكلام: أيحسب أن جلاد بني الأصفر كقتال أحياء العرب؟ ما أراكم غدا إلا مقرنين في الحبال. فأنزل الله تعالى هذا الكلام ففضحهم، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، ما نقول، ما قلنا هذا الكلام، وإنما قلناه لهوا، كنا عم نسلى، عم نمزح كما نقول الآن. فأنزل الله تعالى قالوا إنما، في سورة التوبة: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. شغل الدين ليش في مزح بالصلاة؟ أنا بمزح فيها، بقول ده أصلي وأنا نايم وأنا عم بلعب، هذا كفر. في أمور الدين ما في مزح، شو مزح؟ لذلك قال الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون، والعياذ بالله تعالى. ويصل المسلمون إلى تبوك وهم على أتم الاستعداد، وقد استعدوا نفسيا للقاء العدو. فماذا كان؟ ذاك موعدنا إن شاء الله. اللهم قونا على طاعتك. الحمد لله رب العالمين.